السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم كما هدرنا كان في ايام، ولا قلنا بلي باريس سان جيرمان يستهدف تعاقد مع يوسف عطال. هذه حقيقة، ماشي يستهدف يوسف عطار. ان شاء الله بربي يروح، احنا الله يجعل لي يروح ان شاء الله. وانكشفت صاحبة فرنسية بان ادارة نادي باريس سان جيرمان تستهدف التعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطار في التحويلات الصيفية المقبلة. وان اكدت لو باريزيان بان المدير الرياضي في الفريق باريس سان جيرمان معجب كثيرا بمستويات يوسف عطار، ويتواجد يوسف عطال محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية التي ترغب بالتعاقد معه على غرار توتنهام والإنتر ميلان. الإنتر وتوتنهام ما كاش معنا، ما كاش هذاك كذبوها كاع، بصح شتي لا مع باريس سان جيرمان. ان شاء الله بربي بالك يلعب مع باريس سان جيرمان. ويذكر ان عطال غاب عن النصف الثاني من هذا الموسم في الليغ 1 بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة، وين شهر ديسمبر الماضي أمام نادي ميت، وين بغى يتريبلي عشان حنايا قرز روحو. حنايا الذي كنقولو بلي دايما راني نهدر فيها، شو لاعبين كي يكونوا عندك لاعبين في المستوى ويلعبوا في أندية كبيرة، رايح تكسب الرهان، وهي الرهبة تاعك، تولي عندك رهبة. بكري كاميرون، نجو غير كاميرون في الألفية، في بداية الألفية، شكون اللي يتمنى يلقى الكاميرون من 2003 وروح؟ شكون اللي كان يتمنى يلقى السنغال؟ شكون اللي كان يتمنى يلقى الكوت ديفوار؟ كاش كانوا صعاب هذو ثلاث فرق، هذو كانوا دونجي، هذو من الصعب تلقاهم. خاطش علاه كي تهدر كيما هكا؟ اللاعبين تاعهم وين كانوا يلعبوا؟ اللاعبين تاعهم وين كانوا يلعبوا؟ كانوا يلعبوا أندية كبيرة، معظم اللاعبين تاعهم كانوا يلعبوا. حنايا ماذا بينا أكتشوف بن ناصر شترى صاري عليه، أكتشوف بن ناصر شترى صاري عليه، أكتشوف محرز في مانشستر. هذه نوجهوها فانك واحد خاطش 2015 التصريحات اللي دارهم كيسموه فقير، وين قال لهم تلعب في ليكيب ناسيونال ما يكونش عندك الحظ باش تلعب في انديه كبيره. عرفتوا حنايا كيما يقول لك بن ناصر جا من راديف، عرفتوا وين راه؟ شو الناس كاين دابز عليه؟ كيسموه محرز جا الجزائر كان في القسم الثاني في الانجليز، عرفتوا الناس دابز عليه؟ غلام ادم الناس اللي نتمناو له. خاطش علاه حنا اعلام عندنا، حنا عندنا وحنايا كاين نقولش انا نهضر عليهم اليوتيوبر، كاين واحد اليوتيوبر يتبعوا وين الموجه وين فايت الموجه برك. هذا مكان كاش اللي يهضر على ادم الناس؟ شكون يهضر على ادم الناس؟ الناس كاي سيكتا كو غادوا ادم الناس يدير طالون قاي يقولوا يهضروا على الطالون. هضر عليه مي يكون في الغرقه. انا هذا بن سبعيني كنت نهضر عليه مي كان مبليسي، عطال كنت نهضر عليه مي كان مبليسي، نهضروا عليهم يكونوا محتاجينا، يكون محتاج لك. هذا تيمر كيفاش تهدر عليه؟ صايك راه ماركا الموند كامل راه شافو دعمو. يقول بلي الناس الجزائريين يهضروا عليا مالغري راني مبليسي، والجزائريين يهضروا عليا مالغري راني نفوت في ازمه من كاس الانديه والتعاقد مع الانديه، والجزائريين يهضروا عليا. هذه مليحه. انا عطال راه مبليسي، البليسي تاعو ان شاء الله، وقلنا نهضروا فيها. تنقول بلي هذا التوقف تاع المرض تاع كورونا يخدم لاعبين وما يخدمش لاعبين. خدم كيما نقولوا حنا، خدم عطال، خدم غلام، خدم بزاف لاعبين، عطاهم كيما نقولك براو في غروضهم، ما براوش تحت بريسيون صحابيهم يلعبوا مكانات تاعي بزاف صوالح. بصح كيما هكا سورتو عطال بطوله حبست نهائيا، يبداو في الموسم تاعهم جديد. على هذيك نقولوا بلي عطال خدمته خدمه التوقف، بن سبعيني فين خدمه التوقف؟ خاطش بن سبعيني فاني كان مبليسي، كان معاود مولي من الاصابه. الحمد لله اللي حبسوا داوا روحو وكلش الحمد لله. وشوف بن سبعيني، شوف عطال، شوف غلام، يعني اللاعبين هذو، حتى بن ناصر كيسموه بن عمري
اللي راح ليون دار عمليه جراحيه بلايلي فانيك في كتفه فانيك ما كانش ينجم. ودي يقول مزيان ما لعبناش هذوك البارتيات هذوك مزيان ماشي كوب دي موند كاليفيكاسيون تاع كوب دي موند. وما كان الفريق تاعنا كانوا فيه لي بليسي هذه هي. على ذلك احنا نعاودوا نقولوا نتكلموا على عطال من كيما يقول لك فانيك طريق تاع سليماني الى راح لباريس سان جيرمان مع فريق كبير مع لاعبين كبار يزيد خاطر كي تكون مع لاعبين كبار تزيد تطلع تبان بالسيف على روحك تبان. وشت فانيك سمحوا لي نوجه تفكرت راني حاطه قدامي ما ننساهاش. واحد قال لي انت تكره البارح انا اليوم درت البارح درت فيديو خدت عليه في التقرير اللي هدر الاخر كسموه حلفايه شي قال زاتشي وكلش زاتشي فرض عليه باش ندو بوصوف ندخلوه ليكيب ناسيونال ويلعب ان كاردير ضروك زاتشي هو اللي هدر. واحد قال لي انت تكره جمال بالماضي شي نقول لك جمال بالماضي التاليه مي جاهله ها راه صحاب تاعي كاين ولا تادلس راهم يشوفوا فيا وكلشي. جابها بالماضي قعدت معاه في دارهم جابها بالماضي النهار اللي جا الازيت يا شنو غادي نقول لك جابها قاعد معاه في لوتيل. انا قاعد راني نقول باللي لا بغات نقصوا لا بغات انه يقعد جابها بالماضي يقعد كيما لوتيل تاع الالمان. وعاد كتب لي تقول لي انت تكره جابها بالماضي الله يعني. شنو نقول لك انا ضد الاداره. وانا كي نهدر كيما هكا نبه جمال بالماضي كي نهدر كيما هكا نهدر على جمال بالماضي هادو بصح روح شوف جمال بالماضي لا داير عليهم كاين واحد من الاداره هدر مع سميث هدر هو خرج قال لهم لا هاك تشوف كيفاش هما يبغوا يجيبوا جوار هادو يبغوا يجيبوا جوار ويقعدوا يطلقوا في الدعايات. بالله راه جايبه انا ما هدرتش ما قلتش بلي جايبه خاطر شتي ما شتش لا هو لوكا ما بغيتش لوكا فين كيجي هادو الناس هما يهدروا ومن بعد يطلقوا الزبه نتاعهم في الفيسبوك يك ما صاب حتى صحفيين يك ما صاب يديروا ضغوطات على جمال بالماضي كيما داروا على نعايجي وداروا نعايجي شراولو لي بيت ما شراولوش البارتيات شراولو لي بيت باش يروح ليكيب ناسيونال باك تعقلوا عليها. وهدرناها قلت لكم بلي غادي يروح نهار لي زرقان كبصوا بالاذاعات زرقان داروها ليكيب ناسيونال. قلت لكم بلي خدموا له كواطو الباسبور وصوالحو باش يلعب. انا الحمد لله راني قانع الهضره اللي نقولها نشوفها شوفها قدامي هذه هي. هذيك اليوم نقولوا باللي نتمنى وان شاء الله عطال هذا الناس اللي يقول لك باللي شو هذا الناس اللي يقول لك هذا كيكره هذاك وذاك كيكره. انا نبغي ليكيب ناسيونال انا متالي كاع عندي منتخب وطني جزائري شوف عندي تريكوات تاع الكوب دي مونت سبيسيال مشروطين هذا التريكو هاك شو هذا 2014 كان عندي تريكو تاع مالغري زاتشي كان غاضب ليكيب ناسيونال زاتشي كان غاضب 2017 غاضب ليكيب ناسيونال وكنت طامع نروحو لكوب دي مونت شريت تريكو جبت تريكو تاع 2018 بالك الناس شافوه داير اش عم خطر نديرو تاع 2018 كنت طامع نروح كوب دي مونت بصح هادو ما يخلوش الناس هادو يقول لك كره ليكيب ما كره ليكيب ناسيونال ونهدر من قلبي ماشي نهدر على جال الدراهم تاع اليوتيوب. انا ما نهدرش على جال الدراهم تاع اليوتيوب ما نقراش فلان يهدر ونعاود موراه نجيب لك شتا كاين مليح زومي الاول هذا زاتشي تاع لافاف اللي تعطي له اللجنه الولائيه تاع الاستثمار اللي راسها يعني باش هكذا ولكني نبينوا له الحقائق اللي يعني لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا في دير زاتشي يدي 1000 قطار لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا في دير زاتشي يدي 1000 قطار
يدي 1000 هكتار في الـ في الـ في الـ في الرشايقة في المنطقة اللي تسمى الرشة وأم الزبوج. الرشة وأم الزبوج الرشايقة هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل، والأولى وطنيا في إنتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي. هاهم هنا يجوا يدوا الأرض ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي، ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي. فيك هنا يجوا يدوا الأرض ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي.